لو كلمت كمان عن المكملات الغذائية او اللعيبة اللي ممكن تلجأ لده، هل لعيبة الكورة ممكن نقول ان هم ممنوعين تماما ولا لا؟ فعلا الحاجات اللي بيشربوها سواء اذا كانت بتديهم ريكفري بعد المباراة على طول او حتى بعد التمرين، لا دي مهمة. الحاجه المشهوره قوي اللي معظم لعيبه الكوره بتاخدها اللي هي الكترولايتس، اللي هي المعادن والاملاح اللي هم بياخدوها، بيبقى ازازه كده لونها اورنج اصفر بتتشرب. احمر. دي بتكون بتعوض الاملاح اللي هو فقدها جوه الملعب، لان انت لما بتجري لفترات كبيره قوي جسمك بيبتدي يسخن، فنتيجه السخونيه دي جسمك بيعرق عشان يرطب على جسمك. انت درجه حرارتك مثلا 37، فانت لما بتجري وتعمل المفروض درجه حرارتك بتعلى، فالجسم عشان يخليك في حاله اتزان بيخليك تعرق، فلما تعرق بتفقد الاملاح ومعادن اللي موجوده جوه جسمك. فالالكترولايتس او المشروب اللي هم بياخدوه ده بيعوض مثلا البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم اللي هو كانوا مفقودين في الفتره اللي هو كانوا هل بيجروا فيها تصنف دي. سبلمنت؟ يعني هي سبلمنت هي دي، بس في السبلمنت تتقسم انواع كتير قوي. ده من الجزء بتاع الفيتامينز او المعادن. مكملات الغذائيه وده ما فيهوش اي مشكله مفيش خالص، اي بالعكس اصلا ممكن ياخدوا حاجات اكسترا اكتر زي مثلا فيتامين دي. يعني مثلا فيتامين دي حاجه مش ناس كتير بتاخدها، مع ان معظم المصريين عندهم نقص في فيتامين دي، وفيتامين دي اصلا بيشارك في الانقباض العضلي. يعني انت لما بتجري عضلاتك بتنقبض، ففيتامين دي بيساعد اصلا في امتصاص صحيح. الكالسيوم اللي هو، فلما يكون عندك نقص في فيتامين دي الكالسيوم في جسمك نسبته بتقل، فبينتج عنه ان الانقباض العضلي بتاعك وعظمك بيكونوا اقل واضعف. فانت عشان كده لازم تكون متابع مع دكتور تغذيه يشوف ايه الفيتامينز اللي انت عندك نقص فيها والنظام الغذائي بتاعك. انت مثلا في حاجه مش بتقدر تاكلها او انت مش قادر تتحمل انك تاكلها، فبتديك فيتامين معين او عنصر معين، فانت لازم تعوضها بحاجه من بره، لان هم دول برو اثليتس او ان هم لاعبين محترفين، فلازم يكون كل حاجه ماشيه مظبوط، الفيتامينز المينرالز وكل حاجه كمكونات غذائيه موجوده في جسمهم. لازم. هل بيكون في منتصف السيزن بعض التحاليل بتتعمل علشان يكون في بصفه دوريه للطمأنينة على اللعيبه زي ما بتقول؟ بيكون في حاجه اسمها ميد سيزن اسسمنت اللي هو قياسات في نص السيزن بالظبط، عشان يشوف هو اللعيب ده وصل لحد فين، جاب كام من المية في المية بتاعته، هيقدر يكمل لحد قد ايه، وكمان يشوف مثلا لو عنده نقص في فيتامينز اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها عشان يبتدي يزودوا له. لو مثلا لقوا ان لعيب على طول تعبان او على طول هو مش قادر، فده ممكن يكون ليه علاقه بنقص فيتامين من الفيتامينز المعينه. فلازم يكون في تحاليل وفي قياسات زي ما بتتعمل في اول السيزون لازم تتعمل في نص السيزون وفي اخر السيزون كمان.